السباحة أفضل أنواع التمارين الرياضية يلي بيعتمدها الكتار بهدف فقدان الوزن، ولحتى يكون تمرينك فعال لازم تراعي الجانب الغذائي أيضاً. فبيقول الخبراء لو كنت بتهدف لإنقاص الكثير من الوزن فمن الجيد أنك تسبح ومعدتك فارغة قبل ساعة تقريباً من وجبتك الأولى، نظراً لاستنفاد مخزون الكربوهيدرات بجسمك أثناء النوم رح يحرق بالتالي الدهون أثناء السباحة بالصباح قبل تناول الطعام. أما لو كنت عم تخطط لبناء كتلة عضلية من خلال السباحة، فالسباحة على معدة فارغة ليست الخيار الأنسب، وبيحذر الخبراء من السباحة بعد تناول الطعام مباشرة، خاصة لو تناولت وجبة كبيرة فقد تصيبك بعض التشنجات أثناء السباحة بهالحالة. من مزايا السباحة بالصباح الباكر إنك ما بتتعرض لمخاطر حروق الشمس، ورح تعطيك دفعة إيجابية وتزيد من طاقتك وتحافظ على تركيزك طول اليوم. لكن من سلبياتها إنه حواسك ما بتكون متيقظة بالشكل الكافي، فما يجعل السباحة صعبة بعض الشيء لو ما عملت تمارين الإحماء. إذا اخترت السباحة بعد الظهر لا تنسى تحافظ على ترطيب جسمك بشرب كميات كافية من الماء، وكمان لا تنسى وضع الواقي الشمسي. وأخيراً السباحة بالليل بغرض التمرين بتكون عضلاتك فيها مهيئة بشكل أفضل، لكن حاول تتجنب المسطحات المائية لأنه السباحة فيها قد تكون خطيرة، فحاول تبقى بأماكن جيدة الإضاءة. We'll be right back.